محمد طه الأول ناخد منه رسالة سريعة من المطار قبل سفر بعثة منتخبنا الوطني إلى دي كانت قبل لحظات، خد بالك يعني من شوية، مش على الهواء مباشرة، من شوية. أنا دقيق معاكم لأنه أعتقد أن اللعيبة دلوقتي طلعت في الطيارة، صح يا شباب؟ يلا بينا. شكرا ليك يا زميلي ابراهيم فايق، وكل التحيه لجمهور الثالثه ولكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. مبروك ليك ومبروك لكل المصريين، مبروك لينا جميعا النهارده هذا الانتصار الكبير في بنغازي، وبالتاكيد طبعا يعني صداره المجموعه وهذا الفوز ومشوارنا ان شاء الله لكاس العالم. طبعا يمكن خليني اتكلم معاك في الكواليس بعد المباراه. يمكن بالنسبه للخروج محمد الشناوي النهارده من المباراه، سالت هل كان بيلعب مصاب او لا، كانت اجابه الجهاز الفني انه ما لعبش مصاب وده شد شعر به، فبالتالي تم تغييره، وهيتم عمل إشاعة إن شاء الله فور الوصول للقاهرة لتحديد كل شيء يخص محمد الشناوي. فرحة كبيرة كانت لكل لاعبي المنتخب الوطني بعد دخولهم غرفة الملابس، وكان في طبعا أكيد غنى ورقص، وكان فرحة كبيرة وشاركهم طبعا الجهاز الفني، كان انتصار عظيم يستحق التأكيد. اشتغلوا كتير طول الفترة اللي فاتت، ودي كانت تصريحات حتى المدير الفني، إن احنا اشتغلنا كتير جدا فمن حقنا إن احنا نتبسط، ولكن هنشتغل من بكرة على المباريات القادمة، عندنا مساحة أكبر نقدر نشتغل فيها عن المباريات الأولى كانت مساحة ضيقة. أكيد طبعا انتصار مهم. احنا دلوقتي اتحركنا من الملعب لمطار بني غازي. من المطار احنا دلوقتي مفروض اللاعبين في الاستراحة، وبعدها هيتم انهاء كل الاجراءات في الفي اي بي، وبعدها هنستقل الطائرة الخاصة والعودة ان شاء الله للقاهرة. يعني حوالي رحلة قد تستغرق ساعتين، يعني في خلال الساعة 3-3:30 إن شاء الله الفجر هنكون وصلنا بسلامة الله. أكيد طبعا الفرحة كبيرة جدا، ويعني البعثة كلها في حالة سعادة. على الجانب الآخر منتخب ليبيا اللي خرج في حزن شديد جدا بالتأكيد بعد هزيمتين في 3 أيام، وعلى ملعبه كمان بهذه النتيجة الثقيلة وأمام جمهوره الكبير اللي حضر هذه المباراة، خرج فورا وما كانش في أي تصريحات ولا مؤتمر صحفي لحزنهم الشديد. لكن في النهايه احنا بنشكر كل الشعب الليبي على حفاوه الاستقبال والضيافه اللي احنا لقيناها هنا في ليبيا، وده مش غريب على اشقائنا في ليبيا. هارد لك للمنتخب الليبي، والف الف مبروك لمنتخبنا الوطني. ابراهيم تعود الكلمه اليك الان، تفضل.